احمد حجازي بيكمل، ايمن اشرف يلعب على طول لحجازي اللي عامل المسانده، كهربا يحاول، كهربا امامنا هنا، لكن شوف الضغط، لكن وصلت ايمن اشرف الى تريزيجيه، تريزيجيه الكهربا ما فهموش في الطلبه دي. يعني اذا كنا بنتكلم على الانسجام والتفاهم، واضح ان الانسجام والتفاهم مش كبير قوي بين اللاعبين، لان زي ما قلنا دي مرحله انتقاليه، حتى الجهاز الفني برضه فيه انسجام وتفاهم ياتي مع الوقت. يعني حسام البدري مع طارق مصطفى مع سيد معوض واحمد ايوب وايمن طاهر الحراس المرمى، ودي كره مقطوعه من كهرباء، كهرباء انطلاقه امامنا هنا من الخطير فايز سليماني، لكن على طول دور مهم قوي كهرباء في تعطيل اللعب، وضغط من كهرباء على طول تصل من محمد هاني، محمد مجدي قفشه بيظهر على فترات، دوره مهم قوي قفشه في مباراه اليوم لتخفيف العبء والضغط، يكون هو المحطه اللي الكوره يعني تطلع من عنده ويبدا الربط ما بين الوسط وما بين الهجوم اللي بنفتقد في المباراة، باستثناء الربع ساعة الأولى الحقيقة اللي كان فيها منتخب جزر القمر أو الكوموروس كانوا يعني في نشوة انتصار توجو وفي نشوة الملعب الجديد وحضور الرئيس الدولة، وكل دي أمور خلت اللاعبين كانوا خارج التركيز، وإحنا ما استغلناش هذه الفترة الحقيقة في تسجيل هدف والتفوق اللي كان ممكن يغير كتير من سيناريو وأجواء اللقاء. ثلاث دقائق وقت بدل ضائع، مجموعة السبعة تصفيات أمم إفريقيا رقم 33 لا تقام إن شاء الله في الكاميرون في 2021 هنا في ملعب المباراة ملعب مالو زيني. حتى الآن التعادل السلبي في اللقاء ما بين جزر القمر ومصر. الانطلاقة أمامنا من الجانب اليمين، عبد الله علي محمد يدخل في العمق بيلعب في نادي مارسيليا، وادي أمامنا استلام الفاردو، الفاردو بالجنب الشمال المرة دي، ادي محاولة المرور خطير امامنا رقم 11، يعني من اللاعبين اللي عملوا ازعاج، لكن هو دايما يضغط، يشوف بيضغط الضغط العالي فوق، فهو لصالح محمد هاني. شوط اول يعني متوسط من جانب منتخبنا الوطني امام المنتخب الطموح اللي تحس النهارده بيلعب مباراة احتفالية، ما استغلناش هذه الاجواء الاحتفالية، لأن طبيعي في الأجواء الاحتفالية بيبقى فيه خروج عن التركيز من جانب لاعبي الدولة المستضيفة النهارده هي جزر القمر. أمامنا محمود علاء، أحمد حجازي قلبي دفاع المنتخب الوطني، منتخب جزر القمر بيحاول يخترق من العمق، يعني مش من المنتخبات اللي بتروح ويعمل كروسات بالعرض، ويحاولوا يخترقوا من العمق، لكن حتى الآن الأدوار يعني إلى حد ما سلية وطارق حامد في محاولة إيقاف وردع هذه الهجمات اللي لم تصل إلى مستوى الفرص الكبيرة على المرمى، يعني ما نقولش في كرة كهرباء فرصة حقيقية في هذه المباراة. أحمد سيد زيزو يضطر للحل الفردي، يرجع مرة تانية، بنلعب أهو خمس دقائق، الحكم أشار بثلاثة بقوم خمسة في الوقت البدل الضائع في هذه المباراة في الشوط الأول. أحمد حجازي وينهي حكم اللقاء بيان بنوسينكو في هذه اللقطات وهذه اللحظات، هل أنهى في هذه اللحظات وفي هذه اللقطة بيان بنوسينكو بين الشوط الأول. تعادل سلبي ما بين جزر القمر والمنتخب المصري في إطار المجموعة العاشرة تصفيات أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون إن شاء الله، نسخة رقم 33 وضمن الجولة الثانية للمجموعة السابعة. أنقل الكلمة سريعا للزميل أحمد فؤاد. Do you ever feel paranoid, like people are out to get you? I'm a 10-year-old in high school. People are out to get me. Young Sheldon. And with me. You gotta get in on that. I'll be in series one. A Citizens or the Blues. من سيعزف الفوز؟
مانشستر سيتي تشيلسي. السبت حصريا على قنوات بي إن سبورتس. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الاعزاء، شكرا للزميل علي محمد علي. شوط المباراه الاول مشاهدينا ينتهي بالتعادل السلبي بين منتخب جزر القمر والمنتخب المصري. شوط اول لم يكن مقنعا بالمره للمنتخب المصري، فقط كابتن وائل ربع ساعه اولى من الاداء الجيد للمنتخب المصري، ولكن نصف ساعه تقريبا جزر القمر فريق جيد، فريق اكثر مهاريا من الاداء المنتخب المصري، وتعادل سلبي واداء مخيب حتى الان. يعني بشوف الشوط ده استكمال للمباراه اللي فاتت، الربع ساعه الاولى فشلنا ان احنا نستغل خوف المنتخب جزر القمر من المنتخب المصري، تحفظ في اول ربع ساعه من منتخب جزر القمر وتراجع لنص ملعبه ومنتظر يشوف المنتخب المصري هيبدا المباراه ازاي. الفرصه الوحيده اللي جات لنا بخطا من لعيبه جزر القمر وسوء حظ لكهربا في التسديده اللي اتيحت ليه، ثم اول مره انا اشوف مقوله هيثم اللاعب اللي بيقلش السبت بالنسبه لحارس المرمى. بصراحه بالنسبه لي كانت غريبه، يعني برضو ما قدرناش نستغل الفاول ونلعب الفاول بشكل يفيد الفريق. ف اخطاء في التمرير، اخطاء في الانتشار، اخطاء احنا مش عارفين احنا بنعمل ايه في الملعب. ايوه، لا بنهاجم من العمق ولا بنهاجم على الاطراف. الكرات الدفاعيه المرتده علينا كلها خطره، الاربع لاعبين اللي في خط الهجوم بيلعبوا المنتخب المصري نتيجه عدم التمركز الجيد، نتيجه عدم الضغط من المدافعين ولاعيبه نص الملعب، الارتكاز اللي في وسط الملعب. هجوميا زي ما احنا اتكلمنا في البدايه على كهربا انه دايما بيطلع بره على الاطراف وينزل للعمق، مفيش عمق ثابت، مفيش عمق ثابت لهجوم المنتخب المصري، عشان كده مش لاقيين شكل هجومي. انت عشان تفوز وتكلمنا اهميه الفوز للمنتخب المصري لازم تلعب في نص ملعب منتخب جزر القمر. الحاله اللي انت تحدثت يعني عليها غريبه. كابتن جمال الشريف كان في تواصل من فريق الاعداد مع كابتن جمال وقال لك ان القرار سليم من حكم المباراه حسب التعديل الجديد في القانون. قرار مظبوط، بس يعني احنا فشلنا الشوط الاول ان احنا نستغل حارس المرمى ده اسوأ لاعب في الفريق جزر القمر. مواقف مباراه توجو المباراه اللي فاتت غلط كتير جدا، ولكن نفس ما جابش الفرق معاه. دي نقطه مهمه لازم الكابتن حسام ياكد عليها. الفاول ده اتعمل واضح ان الفريق متدرب على حاجه، فريق جزر القمر. ما عجبنيش شكل فرقتنا لما اتحسب لنا الضربه الحره على حارس المرمى. شفنا حوالي 7-8 لعيبه حوالين الكوره. وده يدل على شيء، فيدل على انت مش متفق على حاجه. المفروض معروف مين هيسدد، مين هيصلح، مين هيعمل، ولكن شفنا 8-9 لعيبه حوالين الكوره وفي الاخر تريزيجيه لعبها وتم انقاذها. طب الاداء المهاري لعب ضد لاعب بيلعب ضد القمر، هم هي كره قدم واحد ضد واحد، سواء موقف دفاعي او موقف هجومي. هم احسن هجوميه في موقف واحد ضد واحد، عندهم مهارات، عندهم خفه حركه، عندهم سرعه، عندهم رشاقه. عشان كده لازم يكون في تغطيه على الراجل اللي بيقابل. شفنا محمد هاني في اكتر موقف اتعدى منه. اخر كوره في الشوط زيزو راح عمل عليه كفرنج وعمل عليه تغطيه، عشان كده قدروا يستخلصوا الكوره من لعيبه جزر القمر. لازم الموقف ده يتكرر كتير، لان ما تسيبش اللعيب بتاعك لوحده في موقف ده واحد ضد واحد. هم اسرع، هو جايب وشه، هم اعلى مهاريا نوعا ما في الناحيه الهجوميه. ولكن في نقطه مهمه جدا بالنسبه لفرق حامد عمر السوليه، هي النقطه دي. قبل الكره دي ما تتسدد كان في 8 لعيبه حوالين الكره. واضح ان مفيش اتفاق عليها. معروف ان المفروض بيكون متقال في المحاضره لو اتحسبت كوره من مكان قريب، مين هيسدد، من مكان بعيد مين هيصوب، مين هيرفع، مين اللي هيستقبل الكره. ولكن في نقطه برضو مهمه جدا، عمرو السوليه وطارق حامد في الانقضاض بتاعهم بيبيعوا نفسهم بدري. شفنا كوره طارق حامد وعمرو السوليه عملوا زياده على الدفاع بتاعنا. المفروض تاخر نفسك على الارض بسرعه، عشان حتى لو انت اترقصت وانت واقف على رجلك ممكن ترجع وتلحق، انما انت على الارض عبال ما تقوم ولسه تاخد سرعتك من الصفر بتاخد وقت طويل جدا. ولكن فريق جزر القمر فريق محترم، لابد ان احنا